البلد ديالي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كل شيء مزيان، ما شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. اخواتي اليوم اخواتاتي، شوفوا يا اختي الحطه ديالي، الاوتفيت ديالي يا اختي، طق طق وداك الشيء. المهم البنات غادي ندي بناتي لابيسين، هذا كاين في العرويره غير حدانا هنا، غير جوج دقائق بالطوموبيله البنات. وبالنسبه اللي كان بزاف سولني عليه في الانستغرام، دخلوا سولوني عليه، انا غادي نوريكم الطريق ونوريكم الدخله بشحال وكل شيء. اخواتاتي يلا زيدوا معايا، دخلي مامي. يلا تشيز. المهم الغزالات ديالي كيف كتشوفوا معايا، حنا دابا راه حنا غاديين. المهم كيف ما قلت لكم على الدار، غير جوج دقائق غير حدا الدار وصافي. وانا قاعده كنهضر انا وبناتي وبابا. المهم هنايا البنات، هذه هي البومبا. المهم هنا كاينه بومبا د ليسونس فين تغسلي الطوموبيل وبزاف د الحوايج غنوريكم. هيا نواره. لابيسين راه جا في وسط ستاسيون، فيها مطعم، فيها بلاصه فين كتاكلوا، بلاصه زوينه ونقيه، فيها لافاج. هذه البنات ملي كتجيو داخلين العروي بحال غاديين المطار، البومبا الاولى، البومبا الاولى فيها مقهى مطعم ومسبح. شفتوا البنات؟ مقهى مطعم ومسبح. شفتوا هالبومبا د ليسانس ملي كتجيو جايين بحال مثلا من ناظور سلوان، صافي وصلتوا للعروي، ها البومبا الاولى، وموراها كتلقاو بومبا اخرى وحدها المطار. صافي الدخله هي هذه البنات كيف كتشوفوا. واه بابا فين كيستنى. الكليسه واعره هنايا البنات، نقيقي هاد البلاصه ديال العائله، ديال العائله البنات. شوفوا فيها البلاصه فين تجلسوا. ايوا كاين البنات الشوايه، كيديروا لك الشوايه، كاينه بلاصه فين كتلعبوا. ايوا اختي كيلعبوا الدراري، ماشي فين كتلعبوا انت. صافي غادي ندخلوا دابا البنات لابيسين. ديما غيمشي معايا بابا، غندخلوا لابيسين. دخل هاد لابيسين الوليدات الصغار 40 درهم، وانا كنمشي نجلس ما كنخلص حتى حاجه، حيتاش ما غاديش نعوم. كنتي غادي تعوم غتخلص، لكن هذا غير ديال الدراري الصغار الصراحه. بنتي جاوا هنا قالك باغيين يلعبوا. ماشي سخون سخون ماما الشمس. يلا يلا جلسوا دابا عندكم الشورطات. يلا كاينين هاد الجليسات عاوتاني هنايا، شوفوا فنا فنا هاد البلاصه. حتى اللي جاي يمشي بلاصه بعيده شاد الطريق بغانا يدخل معايا لابيسين، حتى اللي كان جاي مثلا شاد الطريق وبغى يجي يجلس في شي بلاصه ويعوموا الدراري ويرتاحوا تغداو حتى العشيه تكملوا. زوينه هاد البلاصه هذه. انا غادي نهز لوكاليزاسيون بالنسبه للناس العروي، غادي نصيفط لكم، واي واحد بغى نصيفط له لوكاليزاسيون. ها انتم الناس هنا، ها انتم اختي الدخله، ها انتم خاوي اليوم غزال. شوفوا البنات 40 درهم. يلا بدي شون، ها انتم البنات اليوم خاوي، بغيتوا تجيبوا الاكل ديالكم طبيعه الحال جيبوه، بغيتوا تاكلوا هنا. شوفوا البنات جلسه غزاله، فنه فنه كتحمقني هذه الجلسه، وامي ما كتبغيش تخرج، كنجلس غير بوحدي بحال اليتيمه. شفتوا البنات غادي ندير لهم الكريمه. الله غنجلس في هذه البلايصه، نيت فين كنت جلست ديك النهار هنايا. ها انتم شوفوا، شوفوا لابيسين غزال خاوي البنات. بنتي قالت لك انا ندير بوحدي يا غايشت. ها انتم انت انتي بوحدك، ها انتم اختي. شو البنوتات الحلوات. الغزالات ديالي هنا، كانت كنهضر معكم البنات ولكن كانوا طالقين الموسيقى، ما كنتش راده البال. صافي جيت البنات حيت لهم حويجاتهم، صافي كندير لهم هذا الكريم هذا البنات ضروري على الشمس الوليدات، واخا تحيديها من جنابك وتاخديها ليهم. المهم الغزالات انا كناخذ لهم ديال 50. وهنايا اختي الكريم المساند الرسمي ديالي البنات ديال الشمس. المهم كل ساعتين خصكم ديروه، هذا دائما تكونوا البنات هزينو في الصاك، لان جوج سوايع صافي كيمشي المفعول ديالو. كنعاود عاوتاني البنات نديرو، الصراحه ما نكذبش عليكم، من نهار جيت درتو مره واحده راه وجهي كله تشوط. شوفوا البنات وجهي كي ولا كحل. ايوا اختي منين شفت وجهي كي كحل، انا وجهي دغيا كتشد فيها البنات الشمس. ايوا قلتها اسماء مالكي كلشي عندك وانتيا فيك العجز، ماشي فيا العجز. ملي كنخرج كنخرج البنات مدروكه. الدراري جمع هادي، المهم خليكم البنات. ها هما سلام، الكتكوتات ديالي قول لهم هالو، قول لهم سلام لاباس. البنات صافي ساله ورانا لبستهم. شوفوا فنارتي ولا تعوجه، اللي يجي يخرج مع الدراري تبقى شي حاجه مقاده. المهم البنات ندير لهم الطرابيشات. شوف شوف اختي، شوف 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 انا ما بغيتش. ناين جاتك زوينه، خليها ماما. شوف اختي وريهم، وريهم هاغ ديالك، وريهم هاغ ديالك. شوفي نا ها انتما
نهار زوين عزيزو. المهم البنات حتى نوصل ان شاء الله للدار ونكملوا ان شاء الله الفيديو، نكملوا اختي الفلوق ديالنا. مسخينه مسخينه بالجمعيه، مسخينه يا لاله. ايوا هانتوما اختي حنا غاديين، بابا كيستناني في الباب، تعطلت عليه. هانتوما السويك يا اختي. ايوا اختي غاديين، الله يجعل البركه. بنات يلعبوا فوجوا، شوفوا البنات لابيسين خوا صافي سته، كيقولوا لهم جمعوا قلوعكم. المهم البنات تنكملوا الفيديو. شفتوا الله على واحد الغربي، الله على واحد الغربي، ما ديوش على شعري اختي، راه ولا مسبسب ولا غير كيخرج، وما بقيتش قاده ندير الفيلي للصهد. هانا اختي هما هاد البليصه غزاله، هما كيخرجوا بناتي كيلعبوا برا، كيستنانا برا. ها انتم هادي ما عرفت شنو كان فيها تحيد. المهم هنا البنات راه كيلعبوا، بنتي ها هي. البليصه زوينه بزاف البنات والله، بالاخص الناس اللي كيجيو هكذا دايزين على العروي، ولا جايين من شي بلاصه وغيدوزوا على العروي، اجيو هنا ارتاحوا، حطوا رحيلكم، حطوا ولادكم يلعبوا، جلسوا على خاطركم، جبدوا ماكلتكم. ما كيقولوش لكم ما تدخلوش هاد الماكله ولا ما تدخلوش هاد الماكله، كلشي الناس كتجيب غير ماكلتها وكياكلوا. بغيتوا شي حاجه ديال هنايا كيعطيوها لكم، بغيتوا اتاي القهوه زعما تشوفوا. كيلعبوا. ها انتم اختي، ها انتم الوليدات كاع ما كيبغيو يخرجوا من هنا. ان شاء الله ان شاء الله على بنياتي. شوفوا فيا كيلعبوا، كيخرجوا لابيسين وكيخرجوا لهنا كيلعبوا شويه صافي، ومن تما كيخرجوا بحالنا. ديالي ها ماما راه بدات الصفوف، انا دخلتكم طول وعرض، راه شدات. شحال شديتي هنا ديال اللوز بقشوره؟ اللوز بقشوره البنات حشاته وحمراته، وراها كطحنوا البنات في هذه المرضيه هذه، وهذاك المقلي البنات راه حتى هو طحناته كبيله ودارته في السطل حتى نوريكم البنات. مهم الغزالات ديالي، خليكم معايا ان شاء الله اليوم غيدوز الفيديو فعل تارك. ها انتم الغزالات شوفوا، دابا غادي نديرو بحال هكا، ها انتم، وغادي نديرو البنات في السطل. ها قال لك ديرو في السطل وخلي اللي جاي يطل. ها انتم خواتاتي، ها السطل عامر بالقوام، وشحال دارت فيه وثيقه ديال اللوز، ها المطحون، ها المقرمل، ها المشرمل، ها اللي بقشورو، ها اللي بلا قشور، ها اللي ما مطحونش. البنات راه داكشي باش كيجي زوين، كل ما كثرتي القوام كتجي الحاجه بنينه، كل ما نقصتي القوام تجيك الحاجه خايبه. فهمتم؟ مالك امي كضحكي، امي كضحكي والله. زعما تشوفوا هكا الصفوف ديال شي حد كيخرج ليه زوين، ما تقولوش لا، هو القوام كل ما كثرتي الحاجه بزاف وبزايد كتجي زوينه، كل ما قللتي من الحاجه راه غيجيك هو زعما ماشي شي حاجه. صافي دابا سالينا الطحين ياكي، واه الا قللتي غتاكلي غير الطحين، غتاكلي غير الطحين. الغزالات واش غنقول لكم، احنا النص راه طحناه قبيله، ودابا طحنا غير هذا اللي حمراتو ماما. هاد الشيء هذا سطل الله يا اختي عامر غير باللوز المحمر، واللي ماشي محمر، واللي ماشي واللي مقشر، واللي ماشي مقشر. الغزالات ديالي وغادي تقول لكم شنو هنايا، وغادي تجيب الطحين وغادي نرونوا داكشي وندير لكم اجواء زوينه. الغزالات ديالي احنا خرجنا هنايا اختي نتبردوا يا اختي، حلينا الباب يا اختي وجلسنا على الماكينه التمخميخ. المهم هنا البنات كان الطحين احنا حيدناه، هنا الزيت قلتي امي كتكون طايبه، شوف عتيقه كي جاتها طيبتها وبردت. واه شوف عتيقه دايره لكم الطابليه كي جاتها، ديما دايره الطابليه عندك دار الطابليه ليمونيه. هنايا البنات السطل عامر مهم، فيه اللوز مقلي، وفيه اللوز بقشور ومقرمل، وفيه اللوز حبوب، وفيه شنو هذيك امي، فيه القرفه، فيه الكوزه، فيه السكر كلاصي، هذيك كتلف ليا شنو سميتها، هذيك الخضراء، لا المسكه الحره، وهذيك الخضراء اللي نافع، والنافع، هادشي اللي فيها البنات، هادشي اللي كدير امي فيها. دابا غادي نبداو على بركه الله، يلا زيدوا معنا. مهم الغزالات ديالي انا زيدها امي، هذا هو السطر اللي قلت لكم عامر داكشي. زيدي كبي كبي، انت راكي الطباخه الماهره، كبي اختي راه الحداقه. اجي هنا اجي هنا شوفوا هنايا البنات، هزي طلعي فوق الكاميرا، هنا الغزالات ديالي ديري الفلاش، هنا الغزالات ديالي كيف ما كتشوفوا، هنا اللوز، وهنايا سميتو السكر والتقيوتات وكلشي الغزالات ديالي. ايوا البانيو عمر غير بهذا الشيء. صافي دابا غادي نجيبوا البنات دابا الطحين. شوفوا هذا هو الطحين، ها انتم كيف كتشوفوا، هو هذا، ها انتم، ها هو راه كباتو كامله جاهزه ميانا، ها انتم تبارك الله ما شاء الله، اللهم بارك ما شاء الله. دابا انت غتكبي لي امي الزيت وانا يا اختي تحركي، ها نحرك. اوه يا اختي هذا راه خصو
قصوا صحابي البوكس. ها انتم كحزي شويه اللور، كحزي شويه اللور. ها انتم اختي عاطيه للبنات، كحزي شويه اللور. طلع يدك غادي يعذبهم. ها انتم البنات شفتوا هكذا، قالت لك ماما خلطيه هو الاول عاد باش ديك الساعه تقول لهم يا ماما غتريحت انتيا غتكبي الزيت راه كلشي تاعك. لكن كريمه، لكن كريمه يا عودي انا راني حلقي مريض ما قادر فراتي عرف كلشي كيتي والله. لا كاين اللي ما كيعرفش يصايبو، كاين اللي كيتعلم، كاين اللي ما كيصدقلوش. ها كيجيب لك الله. هذا البنات طحين محمر، ها هو هانتوما هانتوما اختي حدرت. ها معليش هانتوما بارك الله الخير والبركه. المهم الغزالات دابا غادي تبدا تكب الزيت اللي قالت لكم طايبه ولا ما نعرف. اوه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اوه يا البنات عرفتوا واحد الريحه طالعه، يا سلام سلم. كحزي الدورة اميره شديني كنلون باش يقولوا عليا راني حادقه. كبي عويتي بقى كبي. ها انتم البنات ولا خاص الزيت غادي نزيد شفتوا تبارك الله زعما اكتفي طاح وصار. بقى نلون حتى 40%. ها انتم زيد 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 شفتوا. ها اختي واللي بغا دير زيت الزيتون، واللي بغات كل واحد له حريه الاختيار كل وشنو كيعجبو. اللي بغا يدير الزبده اللي بغا، حنا هذه هي الطريقه ديالنا. قلت لك ماما ما كيخسرش ما كيغمالش، كتخليه فين ما خليتيه ما كديريه هنا في زعما ما تبقايش زعما حاض ياهو. حنا كنديرو كميه كبيره ما كنديروش مثلا جبانيه ولا جوج كيلو ولا. فهمتوا البنات؟ ها انتم اختي وحقكم في الجنه خواتاتي. ورا قلت لكم ديك النهار اللي كاينه شي نفيسه نفسوها. المهم الغزالات انا خلطت وجلطت عطيق راه جلسات، وانا جيت نوريكم الصفوف البنات. ها هو بنين 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 وعامر اللوز. البنات بنين وعامر اللوز، كاين هذا البنات المقلي، وكاين البنات اللي بقشور محمر، وكاين البنات هذاك المقلي حتى هو مطحون. وعرفتوا البنات نعاود لكم عاد تبقى حادقة تبارك الله على عود تبقى يبارك فيك. غير عندي منك عرفتو بنين 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 بنين، حيتاش فيه اللوز بزاف بنين بنين بزاف. عرفتي درتي فيها القوام بزاف تجي زوين. بنين اختي ها انتوما ها شفتو علام الزينات. وغنعمر واحد الطبسيل ونجلس هاك هادي تصلح هادي تنفع هادي تضر هادي تنفع هادي تضر. البنات وبالاخص البنات فاش كيكون جديد كيجي زوين كيجي بنين. واختي ما شهيتكم سمحوا لي حقكم في الجنه. وشكرا لكم شكرا على تتبعكم. واختي انا قلت نسى باغا نحيد درتي لكن نسى دابتي انا جالسه معكم والعروقات كتصرصر. مهم الغزالات ديالي نتمنى الفيديو يكون عجبكم، يكون لاستحسانكم، يكون عند حسن ظنكم، تكونوا استفدتوا معايا، ونكون عطيتكم الطريقه ديال الام ديالي في السحوف. يخليكم ان شاء الله حتى الفيديو جديد. نتمنى الفيديو يكون عجبكم، يكون لاستحسانكم، ويكون اختي عند حسن ظنكم. خليكم باي باي.